السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمع، عربية في نيو مكسيكو. أنا خارج عطلة جوج سيمانات، خارج هارب من الدنيا وما فيها، قنط عييت، جيني ما يسمى بالاكتئاب، جاني الاكتئاب وخرجت. بغيت نخرج حاش نتا وقع اليوم. أنايا في نيو مكسيكو، وصلت البارح بالليل هنايا. ولكن باش علاش انا غادي نصور هذا الفيديو؟ غا باش نوريكم الاوطيل ديال هاد الناس هادو كي داير. انا ما كنتش متوقع بهالدرجه هادي، ما كنتش عارف انا غيطلع. انا عارفه بانها اوطيل ديال 100 دولار الليله، 115 يعني بالنسبه للاوطيل اللي تاخذي في نفس النهار راه ما غاليش بزاف. المهم الاوطيل تناخذ انا 130 150، هذا 115 قلت شطرت على 15 دولار، ما لقيتش وحده محلولين غير هذا في الطريق. سو وباش عجبني انا في التصاور ديالو، وباش عجبني في التصاور ديالو في هذا البانكو، هذا في هذا البانكو والشارع ملي كندير التصاور ديالو كندير الشارع بان فيه شي مهرجان شي حاجه. المهم التصويره كانت زوينه، عجبتني صدمتني. داك الشيء علاش اختاريت هذا الاوطيل هذا. بغيت نوري لكم الداخل، غنمشي نفطر مولاها نمشي نفطر مولاها، وعلى بركه الله غنبدا الطريق ديالي الكولورادو. يلا مرحبا بكم. صباح الخير والخمير، كما شفتوها القمره مازال مضويه. الخمسة ديال الصباح في نيو مكسيكو، مرحبا بكم معايا. اول رحله غناخذكم فيها، مرحبا بكم. قبلوا عليا وما تاخذونيش بغلط. المهم اول رحله غناخذكم معايا فيها ان شاء الله تكون رحله زوينه وحلوه بحالكم، راكم غاليين وعزازين. اول حاجه غندير غنوريكم الاوطيل اللي اختاريت البارح باش نجلس فيه. جيت من اوكلاهوما معايا هنايا مع 9 ديال الليل، كنت خايب انا الاوطيل غيسد مع 10، درت ريزيرفاسيون شي 3 ايام هذه ريزيرفاسيون شي 3 ايام هذه. ما عرفت ما نختار، اول مره نختار اوطيل ماشي من هذوك الاوطيلات اللي تيكونوا شويه مودرن، تيكونوا مباني جديده وتبقى. ما عمري اختاريت شي اوطيل قديم، تحفة مبني في 1917. سو في 1917 عنده 102 عامين سنتين years، فهموها كما بغيتو تفهموها، عربية ديني مخربقة. ندخل ووريكم بركة عليهم الهضرة. الباب بعدا إلا تسد ما تيتحلش، الباب لا تسد ما تيتحلش، ما سوقيش. الباب الفوقاني ديال هذا الناس بقينا مازال ناسين هنايا الخمسة ديال الناس هدر هنايا دايرين شي كيسان وشي لعيبات ديال الفخار تيبيعوهم 28 دولار. وهاد الكيسان عجبوني، هذا عجبني، وقلها من اليوم الصباح ناخد هذا، عجبني هذا عجبني بزاف. المهم يا إما ناخد هذا، عجبني هذا، وهذا فكرني بداك ديال الطوس. المهم مسوقناش، عندهم شي لعيبات هنايا للبيع البيض. هذه الصالة ديالهم، الصالة شوفي الصالة كي دايرة، داكشي ديال أول مرة تنجي شي حاجة. أنا دايرين بجوج فيترينات، الفيترينات مبقاش تشوفهمش أنا في أمريكان كاع نهائيا. فيترينة فيها حلقات وداكشي زويون، دايرين واحد التصويرة هنايا معرفتهم شكون هما. هاد الكرسي هذا فكرني بأيام الكهروبية ديال أم كلثوم. المهم هنايا كاينين واحد الحلقات تتباعو شي تخربيقة بخمسة دولار، كاين هاد الصندوق السحري. عقلنا تعقلوا على هذا، مكانش عندنا حيت مكانوش عندنا فلوس في المغرب. المهم كنت نشوفو في التلفازة. كرسي صغير، كرسي تا كرسي متيشبه الكرسي هذا هنا وهذا هنا. المهم كاين واحد ثلاثة ديال اللمبات لا علاقة بالألوان. أهل سطاني شوفوا الكلاب والقطط، هادو مكانات واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. وهذا باب تيدي على برا، ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11
Good morning. أنا يكفي كن أوت كن لسنسي. How are you? I'm doing great. How are you doing? I'm wonderful. Thank you. Cool. It is. هدي الأمر ديالو. Are you getting some pictures? Yes. Where? There? قلت له شوف الصور قلت له اه هذه قمشه انا هذه قمشه لو قلت هذا الفيديو هذا غيكون خاص بهذا الاوتيل هذا شوف الدريه شحال هذه ماشي في شي دريه في امريكان شوف الرخام من الفوق Thank you so much. And this is look at that. شوفوا هذه كديرة. This is like tiny it's table. It's gorgeous. It's beautiful. Yes. This is هذه هي ال فينتيجسو fire. وطابلات كديرين طابلات ديرهم واحد الطريقة زويونين غزيونين. Restaurant. Thank you. See you in the breakfast, yes. You're ready in 2 minutes. Thank you. Ah, vitrina. شوف الدريه كنوريكم الدريه الضوء اذا اقليله بزاف هنايا داكشي اللي سمحوا لي او شوفي داكشي ديال افلام قديمه كاينه كاميرات كاين سراجم شوفوا السراجم شي بالونه سراجم بحال هكا شوف زوقين زوقات فيترينا شوف الدريه شنو شبالينا الدريه او ماي جاد هذا هو الاوتيل فيترينا اما فاكتا شي واحد انا بغيت فيترينا شنو فيها داك الفريق ديال القهوه تيعجبوهم الطباسي ديال البديع وكل تبصير بكاس ديالو تيعجبوهم تيعجبني هادوك ديال الطباسلات وهادوك ديال الشراب اللي تيكونوا قريعه ديال الشراب ليها وطابلة دابا I will It is stunning Everything is stunning so far So هذه الويندو واحدة أخرى تشيرز الكلاسيك ديري شوفوا يا جماله أنا خارج عندها شي حاجة لهيها ما عرفتش شنو هي ما عطاتني واحد الدورة هنايا هذي زوينة لي باز هادو تعجبوني ديال المكاسيكا هادو المهم كنا هنايا هذا هو الأسانسور طلعت للطبقة الثالثة سمحوا لي للطبقة الثالثة شوفوا الكراش شوفوا الماغنيت شوفوا هذا السلوم ديالها شوفوا السلوم شحال هذه ما طلعت بالدرويج يا سلام شوفوا هذا السلوم ديالها دابا راه كاينين الناس هنايا سلوم وراه الدوره خافت ماشي مجهد بزاف هنايا الدوره خافت واحد الخفوتيه غريبه تطلع هنا هذا هما البيوت ديال الاوتيل صف هنايا كامل صف معنا كامل وصف معنايا كامل يعني هادو بيوتا كامل عقلت على الاسانسور الى الاسانسور دوزو جهه اخرى المهم اسمعوا الخطوات ديالي كي تتمو ودوزي معنايا الى بغيتي كاينين بيوتا واحد اخرين على الجهه وتنقول لها بيوتا هادي عجبتني تا هي هي انا راه جيت استمتع لامبات فتيلات الهيستوري اباوت ذا بليس ولا شي مرة تحطو في النيوز ولا شي حاجة داروها هنايا هذا ديال العافية تتشعلي تتشل كلشي المهم فيه الامان والسيفتي كاين واحد الشجرة هنا الدواية شحال هادي مشتها شوفوا الدواية كدايرة شبان دوايا تطلع عاوتاني في الدروج هذا انا هذيك الشجره شنو قبيله هي وهاد الدوايا وكما قلت لكم كاينين بيوت هنايا وكاينين بيوت هنا وكاينين بيوت هنايا
شي حاجة روعة جميلة بزاف بزاف. غادي تتوصل تنظلم بيك الحمد تقش. أنا فين؟ أنا جاي ندير الغرفة ديالي هنايا مخبية مخبية. يلا دخلوا معايا. وهذا هو البيت ديالي. الباب متبغيش تحل بعدا، الباب متبغيش تهد الدم، الباب متبغيش تحل العذاب مع الباب باش تحليه. المهم هذا هو البيت ديالي. هنا موسية، كرسي، بيرو، تلفازة، تتخدم هاد التلفازة، واحد التلفازة غريبة بلاش الصندوق السحري كيداير هادي. واش مازال شي واحد تيدير التلفازات هادو؟ مازال هادو مازال شي واحد تيديرهم؟ المهم جميل جميل الأمر. هذه القضية التلفازة ديال الصندوق. خامية عوجة وعوجة من محلي محلي جاي ما عرفتش ما عرفتش كنشرحها لكم. وهنايا الفيو ديالها من جهة، الدنيا خاوية، والطواليت ديالها هنايا، طلاويط طلاويط، شيشوار إلكترونيكي، والجهة الأخرى هنا، وهي الجهة الأخرى، الدخلة والقيفار، ما تعرفي راسك فين كنتي. وكاينه شي لعبه ليا، كاينه شي لعيبه ليا. المهم وصافي ونتمنى ان هذا الفيديو هذا يعجبكم، ولا عجبك دير سبسكرايب وشارك معنا في القناه لانني غنوريك العجائب في 15 يوم. راه مازال غنمشي نفطر. السلام عليكم.